السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارنا إيه؟ توكلنا على الله. الدرس النهاردة بيتكلم عن المفرد والجمع، وبيتكلم عن حاجات تانية جنب المفرد والجمع. طب أنا ليه باخد المفرد والجمع؟ المفرد والجمع في العربي مهم؟ آه طبعا، يعني بقول أنا شايف ولد، أرى ولد، ممكن لو هما أكتر من ولد بقول أرى أولاد. في العربي في مفرد ومثنى وجمع، أوكي؟ إن إنجلش، في الإنجليزي في مفرد وجمع، يعني الجمع بيبدأ من اتنين، مفيش مثنى، أوكي؟ توكلنا على الله. بصي لي كده، I can see أبوي، I can see أبوي، صعبة؟ أنا أستطيع أن أرى ولد. طب لو هما أولاد، I can see boys، I can see boys. Again، I can see a boy، I can see boys. لو أنا شايف بنت، I can see a girl. لو شايف بنات، I can see girls. يبقى إذن المفرد والجمع بضيف له اس، بضيف له اس. اه طيب هنشوف كده، هنشوف a car a pen a plane a boy a girl a car. طبعا عارفين car يعني a pen قلم a plane طائرة a boy ولد a girl بنت. في قبل الكلمة المفردة جبت ايه، وضعت ايه؟ ها، في الكتابة وفي النطق، a car a pen a plane a boy a girl. يبقى الكلمة المفردة حطيت قبلها ايه؟ ايه. طب لما اجي اضيف اس، a car cars a pen pens a plane planes a boy boys a girl girls I can see a car I can see cars I can see a pen I can see pens I can see a plane I can see planes I can see a boy I can see boys I can see a girl huh? I can see girls. إذن أنا قبل الكلمة المفردة وضعت ايه؟ ايه؟ طيب في كلمة زي arm egg insect umbrella orange. الكلمة دي مفردة بس ما وضعتش قبلها ايه؟ وضعت قبلها an، فقلت ايه؟ an arm an egg an insect an umbrella an orange. كلمة arm يعني ذراع، an arm ذراع. يبقى جبت an أو بدأت الإيه قبل ما أتكلم عن arm، قلت an arm ليه، an egg ليه، an insect ليه، an umbrella an orange. أعتقد أنت عارف ليه. طب أنا هقول لك ليه، لأن كلمة arm بادئة بإيه، كلمة إج بادئة بإي، إنسكت اللي معناها حشرة بادئة بأي، أمبريلا شمسية بادئة بيو، أورينج بادئة بأو. طب A E I O and U are vowels، يعني A E I O and U حروف متحركة. فما ينفعش اقول a arm، هقول ايه؟ an arm. اقول ايه؟ an egg an insect an umbrella an orange. what is the plural of an arm؟ what is the plural of an arm؟ ايه البلورال من كلمة ايه؟ arm arms. يبقى انا اضفت ايه؟ اس برضو،
زي ما أضفت هنا في كار أكار ضفت لها اس فبقت كارس، ان ارم ارمز، دروب ان يعني شلنا ان وانا ان، فقلت ايه ارمز، دروب ان اجز، ان اج اجز، ان انسكت انسكتس، ان امبريلا امبريلاز، ان اورنج اورنجز. يبقى ده كان كلمات اسماء مفرد وجمع، سينجولار ها بلولار، سينجولار بلولار. كل اللي حصل ان انا اضفت للايه للاسم اس علشان يبقى جمع. طبعا عندي من الاسماء ومن الكلمات ايه 100,000 اسم، ما اعرفش كم اسم، اسماء كتير قوي. تمام، اباج باجز، اباج باجز، اوكي ها اباج باجز، اكار كارز، كاربت كاربت اللي هي سجاده كاربتس، ابوك بوكس. طيب عندي الكلمات اللي بادئه بحرف اي 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 يو او، ها برضو في كلمات كتير قوي. اوكي عندي بقى هنا أسماء ما بضيفلهاش اس، بضيف لها اي اس، شايفينها اي اس، زي a watch ساعة، watches how do you spell watch w a t c h، يبقى منتهية بايه c h، يبقى علشان هي منتهية ب c h انا ضفت لها ايه ES. أدش أدش طبق dishes ES. أبص كلمة المنتهية بإس ها buses ES. أدرس يعني فستان ها منتهية بإس إس ES. أبوكس منتهية بإيه بإكس تبقى بوكسز. أوكي هنقول تاني، هنقول تاني A watch يعني ساعة يد، watches دروب A وأنا الـ A ها and add ES وضفنا A ES. A dish طبق dishes. The brush اللي هي فرشة أسنان نفس الوضع اي اس صح. ابص باصص، ابص باصص. ادرس دريسز، ابوكس بوكسز، اواتش واتشز، ادش دشز، ابص باصص، ادرس دريسز، ابوكس بوكسز. انا اتكلمت عن الاسم المفرد علشان اخليه جمع ضفت له اس ها، والاسم المفرد ضفت له اي اس. استروبري، استروبري يعني سبراية واحدة اللي هو فراولة واحدة، جمعها استروبريز، الواي حولتها لاي اي اس. افيري، فيري دي اللي هي المعدية اللي بين شطين، افيري جمعها فيرز، فيرز اف اي ار ار والواي حولتها الاي اي اس. وفي كلمات كتير قوي بتنتهي بواي شرط ان قبلها يبقى حرف ساكن اه، يعني حرف ما هوش متحرك، ما هوش اي اور اي اور او، مش مشكله اه. تمام يعني عند الحروف المتحركة الفولز اللي هي ايه اي 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 او يو، لو الواي ده جت قبلها حرف ساكن اشيل الواي واضيف اي اي اس، يبقى دروب واي اند اد اي اي اس. طب في كلمات
بتنتهي بواي وما بحطلهاش اي اي اس. توي بوي. يبقى في كلمات كتير علشان توي او بوي قبلها حرف متحرك ما ضفت لهاش اي اي اس، ضفت لها اس على طول. انا خدت ايه؟ هراجع. هراجع بسرعه. اكركرز ابن بنز، ان ارم ارمز، ان ايج ايجز، ان انسكت انسكتس، ان امبريلا امبريلاس، ان اورنج اورنجز. واي اسم او معظم الاسماء اللي بتنتهي ب اي 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 ها او يو بيبقى ايه؟ بنحط لها او بنستخدم ان قبلها. في اكيد طبعا برضو كلمات مش وقتها بتبقى بادئه باي حرف من حروف متحركه، وما ما بقولش ا، بقول ايه؟ ما بقولش ان، بقول ايه؟ ا. زي كلمه يونيفورم مثلا مش وقته علشان نخلينا في درسنا. درست الاسماء اللي بتنتهي بسي اتش اور اس اتش اور اس اور اس اس اور اكس. الدروب ايه؟ هنشيل ايه قبلها ايه؟ ها؟ وهنضيف اي اس. تبقى بوكسز، دريسز، باسز، ديشز، واتشز. اوكي؟ درسنا بعض الاسماء اللي بتنتهي بواي. دروب واي بيفور يو اد اي اي اس. اوكي؟ This is a boy. يعني هذا ايه؟ ها؟ ولد. هذا ولد. طيب these are boys. this هنا اللي معناه هذا او هذه، جمعته بقى ايه؟ these. طبعا بالتالي is اللي معناه يكون، ها؟ بقى ايه؟ are. a boy اللي معناه ولد ضرب ايه وعنا الايه وضفنا اس، بقى ايه؟ this is a boy. this is a boy. these are boys. these are boys. okay. do you understand that؟ ايه موضوع that؟ that هذا او هذه. طب ايه الفرق بينها وبين this؟ الفرق بينها وبين this ان that للبعيد. يعني لما قلت this is a boy كان ولد قريب، لكن لما اتكلمت عن ولد بعيد، ها، ذات أبوي، ذات أبوي. اوكي؟ ذات دي هذا أو هذه للبعيد أو للمفرد البعيد، جمعها زوس، جمعها إيه؟ زوس. يبقى ذات جمع زوس، بالتالي إز جمعتها بقت إيه؟ آر. أبوي بقت بويز. ها، do you understand؟ سهلة؟ في حاجة تالتة بقى عاوزك تذاكرها كويس، لأن الحصة الجاية أو المحاضرة الجاية أو الحلقة الجاية نحتاجها. زرز. زرز يعني إيه؟ ها؟ زرز يعني إيه؟ يوجد. زر آر يعني إيه؟ يوجد. أكيد عندك فرق. زرز أبوي، يوجد ولد. زر آر بويز، زر آر بويز. طب أنا اتكلمت عن زس ذات ذير از، ها، تاني ذيس از ذات ذير از، جمع ذيس از ذيس ار، جمع ذات از ذوس ار، جمع ذير از ذير ار. طب انا محتاجهم في ايه يا مستر؟ انا محتاجهم في ايه؟ الحلقه الجايه او الدرس الجاي ان شاء الله هعمل موضوع او هنتكلم على موضوع. بمعنى ايه؟ يعني هنقول ايه مثلا؟ هنقول ايه؟ this is a bedroom. this is a bedroom. هذه ايه؟ غرفة نوم. وبعد ما اقول this is a bedroom هقول ايه؟ there is. there is. ها؟ there are. there is. there are. يعني ايه there is there are؟ there is a bed. there are two beds. يبقى أنا الحصة الجاية هخليك تعرف تتكلم عن مكان باستخدام this is
These are, that is, those are, there is, there are. أوكي؟ كلام حلو ولا إيه؟ ها؟ جميل؟ أنت دلوقتي الحصة الجاية، طب إن شاء الله، لا إن شاء الله يعني خلينا في الحصة دي، بس الحصة الجاية أنا بوعدك هنعرف نتكلم عن أي حاجة باستخدام. عندي بقى أسماء زي أمان. أمان يعني إيه؟ ها؟ رجل. جمعها ها من M E N. A woman, woman, W O M E N. A child, children, C H I L D R E N. يبقى هنا ضفت R E N. A tooth, teeth, T E E T H. يبقى woman يعني امرأة. A child, طفل. A tooth, سنة، سنة من الأسنان. A foot اللي هي معناها قدم. Foot جمعها feet. A goose يعني أوزة، وزة جمعها geese. A mouse يعني فار جمعها mice. طيب يبقى في أسماء كتير، أسماء كتير الجمع بتاعها ما بضيفلوش اس ولا اي اس ولا بحول الواي لاي اي اس، لا الجمع بتاعها مختلف عن المفرد. اوكي، اخر حاجة هناخدها، اخر حاجة هناخدها دي أسماء لا تعد. يعني ايه لا تعد؟ يعني رايس يعني أرز. رايس أسماء ما بي... اسم ما بيتعدش، ما ينفعش أقول رايس مثلا. تي شاي، تي ميلك لبن، إنك حبر، ووتر ماء. يبقى دي بتتعامل على إنها كميات، بتتعامل على إنها إيه؟ كميات. ينفع احط قبلها ايه؟ لا ان، لا هي رايس. اقول لك ايه؟ تي، ها كان يو ميك تي، صح كده كان يو ميك تي. طب ينفع اقول كان يو ميك تي؟ لا. طب ينفع اقول كان يو ميك ا كاب اوف تي؟ اوكي. اي وونت ميلك، اي وونت سم ميلك، ما ينفعش اقول ايه. انك بدأ بآي، ها ينفع أقول أن إنك؟ لا، إنك إنك لأنها كمية اللي هو حبر. ووتر ماء. وفي بقى من الأسماء دي كتير بس أنا ما أقدرش أجمعها، إحنا هنعرفها واحدة واحدة. نعطيك بس إكزامبلز، رايس، ها تي، ميلك، إنك، ووتر. أوكي. طيب عندي كلمة اسمها نيوز. نيوز يعني إيه؟ أخبار. يعني إيه أخبار؟ طيب كلمة information يعني إيه؟ معلومات. معلومات. المعلومات وأخبار وكلمات كتير برضو هنعرفها، بعملها معاملة المفرد لأن ملهاش جمع. news is، information is، information is. يبقى انا خدت الاسم اللي جمعه بضيف له اس، خدت الاسم اللي بضيف له اي اس، خدت الاسم اللي بحول له اي اي اس، خدت this is جمعها ها this are، that is او that جمعها those، there is جمعها there are. قلت لك ركز لي في دول علشان احنا هنتكلم بيهم عن باراجراف الحصة الجاية. خدت a man, a woman, a child, a tooth, a foot, a goose, a mouse، ودي كلها جمعها
مختلف ما بضيفلوش اس ولا اي اس. امان من، امان من، a woman woman, a child children, a tooth teeth, a foot feet, a goose geese, a mouse mice. عندي اسماء في الاخر، اخر حاجه بس اللي هي رايس، تي، ميلك، انك، ووتر، اوكي، كوفي. طيب عندي كلمتين انا اديهم لك النهارده بس، نيوز انفورميشن، نيوز انفورميشن، نيوز يعني اخبار. اقول ايه؟ ذا نيوز از، ذا نيوز از، الاخبار تكون. ها، ماي انفورميشن از، معلوماتي از. الدرس ده مهم ماشي، احنا بناخد جرامر او قواعد زي مفرد وجمع علشان نعرف نتكلم او نتكلم صح. يعني انت شاطر وممتاز وربنا يبارك فيكو، وتوكلنا على الله. Goodbye and good luck.